والقائمات، يا من لبيتم نداء نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال علي وعلى آله وعلى صحبه كل صلاة وكل سلام، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يا الله يا كريم، خرجنا نداء لنبيك الكريم، خرجنا نداء لصحابته الكرام، خرجنا بحق الشهداء والشهيدات، بحق الأرامل واليتامى، بحق الضعفاء، بحق المساكين، بحق من هجروا في أراضيهم، بحق من هدمت. الله أكبر. على شفا غزة سقط القناع، على شفا غزة ظهر الرجال، على شفا غزة ظهرت آيات الله، على شفا غزة ردد الجميع إذا الشعب يوما أراد الحياة. إذا الشعب يوما أراد الحياة ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. سينكسر سينكسر. يا أهل غزة، يا أهل غزة، عذرا منا وألف عذر، هذا شهد المقيم، خرجنا بأبنائنا وبناتنا وأحبابنا وأهلنا إلى شوارع هذه المدينة، نصل معكم الرحم، نتعلم لآلامكم، نبكي بما يلم بكم، نبكي على شهدائكم. زغردي أم الشهيد، زغردي أم الشهيد، زغردي أم الشهيد، فليضي أم الشهيد، واهتفي أحلى نشيد، واهتفي أحلى نشيد. يا أهل غزة، هؤلاء المغاربة أبناء الموحدين، أبناء المواطنين، أبناء الرجال المجاهدين، حاشا لله أن نكون من المطبعين، حاشا لله أن ننقص على دماء الثكالى واليتامى. فلسطين أمانة، فلسطين أمانة، وتطبيع خيانة، وتطبيع خيانة، المشاهدون، يا من حضرتم مع وجهنا، يا من رفعتم هامتنا، يا من جعلتمونا نحكي بين الرجال قصصا وقصص، يا من تركتموها خالدة إلى يوم الدين، يا من قهرتم، يا من قهرتم من قيل عنه جيش لا يقهر، يا من عبيتم نساءهم، يا من عريتمونا فيهم يوما أغاما أماما، عزيزا كريما، لكم منا ألف تحية. باسم الحاضرين، باسم الحاضرات، باسم المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، نقول لكم يا أهل غزة، لا نملك إلا أمرا واحدا، أن نتوجه لله الأعلى باسمه الأعظم الذي نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار. إن لنا إخوة ضعفاء في غزة، كل ضعفاء في غزة. يا الله نسألك
سدد رباتهم آمين. كن لهم وليا ونصيرا آمين. أمنا فيهم ما يعجبك آمين. يا الله سدد رباتهم آمين. يا الله انصرهم على من عاداهم آمين. عزيز انتقم ممن ظلمهم آمين. يا غفار في سماواتك آمين. إنهم بملائكة من عندك آمين. والسلام على محمد القدس شهداء بالملايين القدس رهيب شهداء بالملايين القدس رهيب شهداء بالملايين القدس رهيب شهداء بالملايين دعاء الختم ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين توجهنا إليك في هذه الساعة المباركة في هذا الوقت المبارك في هذا الشهر في هذه الأحداث الزاخمة نتوجه إليك بقلوب منكسرة بضعفنا يا رب يا رحيم يا رحمن رحمتك راجين عفوك ناصرين ومنتصرين لإخواننا الذين هزموا في بهزمات هزموا الأعداء بتقواهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقامهم اللهم ارفع مقامه عندك اللهم اكتب من الشهداء اللهم يا رب نسألك يا رب وأنت الرحيم أن تقويهم وأن ترفع شأنهم اللهم يا رب اهزم اليهود اللهم شتت شملهم اللهم يا رب اجعلهم وأولادهم وأولادهم غنيمة للمسلمين اللهم يا رب زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم يا رب عليك باليهود اللهم يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا رب انصر المستضعفين في الأرض اللهم انصر المجاهدين اللهم إنهم يا ربي يرجون رحمتك وعفوك ونصر اللهم يا ربي لا تكلهم لعدوهم اللهم يا رب اقسم ظهور المتشكرين وأولياءهم وأعوانهم وناصرهم اللهم يا رب أرنا فيهم يوما أسودا اللهم يا رب انصر المستضعفين في الأرض اللهم يا رب انصر أخوان المجاهدين اللهم يا رب ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم واسكنهم فسيح جناتك في أعلى عليين يا رحم رحمة بعمين وتقبل الله منا ومنكم جميعا يا رحيم ونتوجه بالدعاء يا أحبابنا هذا ما نملك نتوجه بالدعاء بالنصر لإخواننا في غزة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير على عشاء الناس متفقون مباشرة مدينة فاس خصوصا ساحة فلورنس مجموعة غفيرة المواطنين مدينة فاس مسيرة منظمة تآزرا
ودعما للإخوة الفلسطينيين لما آل بهم من آلة الغدر الإسرائيلية، وخصوصا ما يقع في غزة. مسيرة حاشدة، مسيرة سلمية. Yeah.
ربك صفق مزيان شفا الله يجزيكم بخير. يا أهل هذه المدينة.